مع جولة في أعماق البحر الأحمر لتتعرف أكثر على مخلوقاته الغريبة. التقرير التالي يطلعنا على المزيد عن مشروع الأكواريوم الذي وضع مدينة الغردقة على قائمة الدول الأولى سياحيا في العالم. إذا كنت من عاشقي هواية الغطس والغوص في أعماق البحار ولا تملك الوسيلة أو تخشى غرائب هذا العالم، فأنت مدعو معنا الآن إلى جولة بديعة في أعماق البحر الأحمر بكائناته الأليفة والمتوحشة وشعابه المرجانية الفريدة وأنت في مكانك. كل ما عليك فقط أن تستقل سيارتك بضع دقائق من مطار الغردقة الدولي وتدخل من هذا الباب، وستشعر على الفور بأنك في عالم آخر. فعلى مساحة تقارب 22 ألف متر مربع يقع جراند أوكاريوم أو متحف الأحياء المائية الذي ساهم في تثبيت مدينة الغردقة على رأس قوائم المدن السياحية على مستوى العالم. الميزة عندنا في الأكواريوم إن إحنا بنقدم للزبون البحر الأحمر داخل إزاز، يعني بنتيح للزبون اللي جاي من الخارج سواء من أوروبا أو من روسيا أو من أي بلد إن هو يشوف البحر الأحمر. إحنا عندنا كان عندنا مشكلة في خلال الفترة اللي فاتت إن مثلا ممكن تكون واحدة كبيرة في السن مش هتقدر تعمل دايفنج، واحد تعبان مش هيقدر يعمل دايفنج، فهيشوف ازاي البحر الاحمر؟ هو بيجي بيشوف فقط الفنادق والقرى السياحيه وخلافه، لكن لما وفرنا له ان هو يشوف الكلام ده وهو قاعد على الكرسي المتحرك بتاعه او لو وهو ماشي براحته داخل تكييف، خلاه يشوف الاسماك بتاعه البحر الاحمر، الاسماك بتاعه البحر المتوسط ده كله وهو مرتاح وريلاكس. هنا سترى انواعا من الاسماك والاحياء البحريه لم تقع عليها عيناك من قبل، وعبر هذا النفق الزجاجي انت بالفعل في اعماق البحر الاحمر. وإن التفت قليلا فلن تكون مشاهدك الغابات الاستوائية بعيدة عنك. الفكرة الأساسية بتاع المكان اللي هي الأكواريوم متحف أحياء مائية أكثر من 22 حوض ومليون جالون مية مالحة. تمام، في المكان هنا جراند أكواريوم السابع عالميا والأول أفريقيا والثاني عربيا بعد دبي من حيث التحكم في كمية الماء. المكان هنا ثلاث مراحل، دي أول مرحلة اللي احنا افتتحناها مليون جالون مية وأكثر من 22 حوض، في المرحلة الثانية نبقى 3.8 مليون جالون مية هنبقى الثالث عالميا، المرحلة الثالثة هنبقى 8.8 مليون جالون مية هنبقى الأول عالميا من حيث التحكم في كمية المياه اللي موجودة عندنا. المرحلة الأولى من مشروع الغردقة السياحي انتهت بالفعل ليكون السابعة عالميا، وفي انتظار المرحلتين الثانية والثالثة ليصبح الأول عالميا ويضيف لمدينة الغردقة رونقا خاصا بعدما اقتنصت المدينة جائزة أفضل وجهة سياحية عربية لعام 2015. رياضيا، أعلن الأمير علي شقيق ملك أردن